أهلا بكم. لقي أربعة أشخاص حتفهم غرقا عشية الأربعاء 4 غشت 2021 بجهة بني ملال خنيفرة في حادثتين منفصلتين، مما يعيد إلى الواجهة مسألة غياب المسابح العمومية وكذا الحراسة في السواق والوديان والأنهار. فقد انتهت حياة فتاة قاصر في 17 من العمر وشاب في 19 من العمر غارقة في نهر أم الربيع على مستوى دوار ولادي علي بإقليم لفقي بن صالح في ظروف غامضة. وحسب مصادر من عين المكان فقد قصد 3 شبان وفتاة النهر قصد السباحة هربا من موجة الحر التي تجتاح المنطقة منذ أسابيع، حيث رسمت الفتاة المنحدرة من مدينة لفقي بن صالح في النهر دون أن تتمكن من الخروج منه حية لتلفظ أنفاسها الأخيرة تحت الماء. الواقعة أصابت صديقها بنوبة هستيريا فأخذ يصرخ مطالبا بإنقاذها قبل أن يقوم بدفع أحد أبناء القرية الذي كان متواجدا بعين المكان صدفة في مياه النهر لعله يتمكن من إنقاذ صديقته، لكنه لقي نفس المصير. وقد تمكن مجموعة من الشبان من محاصرة الفاعل لحين حضور ممثل السلطة المحلية ثم عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لفقي بن صالح، والذين فتحوا بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تم انتشال جثتي الضحيتين وإيداعهما بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لفقي بن صالح قصد التشريح وتحديد أسباب الوفاة. في ذات السياق سجلت جماعة ولاة سعيد الواد بضواحي مدينة قصب التادلة بإقليم بني ملال عشية نفس اليوم حادث غرق شاب عشريني ومرافقه القاصر ينحدران من إقليم خنيفرة وحل ضيفين بالمنطقة عند أحد أقاربهما، لكن شاءت الأقدار أن تكون نهاية حياتهما غرقا هناك على مستوى القناة المائية المسماة الزيدانية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.